بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على نهج الاستقامة وعافنا من موجبات الندامة يوم القيامة، واكفنا شر الأشرار واغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على تربية أبنائنا على الإسلام، اللهم ربهم لنا على الإسلام، اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين وقاعدين ومتحركين. اللهم احفظنا وأزواجنا وأبناءنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، واملأ عقولنا حكمة، واملأ أيدينا سخاء، واملأ أبداننا صحة يا رب العالمين، اللهم أمين. وبعد، مع اللقاء 15 في سيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نقف على يتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده كتاب السير كابن هشام وابن إسحاق وغيرهم، ثم نستخلص منها الدرس والعبرة في جعل ربنا سبحانه وتعالى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يتيما منذ الصغر. مشهور في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يزل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، هذا مشهور، وأن أمه توفيت ولما يناهز 6 من عمره. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يتيم الأب وهو جنين في بطن أمه، ويتيم الأم وهو ابن 7 سنين. مات عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ومات أبوه بالمدينة المنورة قريب منها، منطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة. بعضهم قالوا لا، من كتاب السير قالوا مات أبوه بعد ولادته 28 يوما، وبعضهم قالوا 7 أشهر، وبعضهم قالوا 1 سنة، لكن المشهور والأثبت والصحيح أن أباه توفي وكان ما زال جنينا في بطن أمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في حفظ الله ورعايته. الله عز وجل كان ينبته نباتا حسنا لما يريد من كرامته. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت ورسول الله ابن 6 سنين، توفيت أيضا في نفس البقعة التي توفي فيها والده بالأبواء بين مكة والمدينة. ذهبت تزور إخوانها، وتجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يزور أخواله من بني عدي بن النجار، فماتت وهي راجعة إلى مكة في منطقة الأبواء. خالد بن معدان الكلاعي يقول أن نفرا من أصحاب رسول الله قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك، عرفنا من أنت. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم دعا بين استجابة دعاء الله عز وجل لإبراهيم وبين تحقيقه في أرض الواقع 2000 سنة، من ساعة ما قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعض الناس بيدعو وعايز ربنا يعمل له كن فيكون. فقه الدعاء غير ذلك، أنت تدعو والله عز وجل يجيبك في الوقت الإيه؟ المناسب لك، الصالح لك، الخير لك، اللي فيه خير في حياتك وفي أخراك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. واسترضعت في بني سعد بن بكر،
ودوه في مع حليمة السعدية للرضاعة. حليمة هي حليمة بنت الحارث، هي أم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي أرضعت. تحكي لنا قصة عجيبة كذا، تقول: خرجت في نسوة من بني سعد ابن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، وهذه كانت عادتهم في ذلك الزمن البعيد، مجرد المرأة ما تلد يعطون أبناءهم للمرضعات ويتكفلن بتربية أبنائهم تربية كاملة. تقول: خرجنا في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على إتان لي قمراء. الإتان اللي هي أنثى الحمار أجلكم الله، قمراء يعني بيضاء كلون القمر، لونها زي القمر. قد تأخرت بالركب، مشي على مهلها خالص زي العربية الجنكي كده، مش قادرة تتحرك فمأخر الركب كله. قالت: وخرجنا في سنة شهباء، كناية عن العام المجدب، مفيش مطر بينزل وبالتالي مفيش زرع في الأرض. لم تبق شيئا معي ولا مع زوجي الحارث بن عبد العزة، يعني أخذت اللي قدامهم واللي إيه واللي وراهم، ومعنا شارف. شارف اللي هي الناقة أنثى الجمل، مسنة وهرمة ضعيف جدا يعني، ومعنا شارف لنا، والله ما تبض علينا بقطرة من لبن. عجوزة كبيرة ضعيفة ما بتنزلش ولا قطرة إيه ولا قطرة لبن. ومعي صبي لنا لا ينام، ليله بكاء، وما في ثدي ما يمصه، وما في شارفنا من لبن نغذوه، إلا أننا نرجو نتمنى. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، ترفضه. ليه ترفضه؟ تقول: وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من والد المولود، يعني عايزين حد يدفع لنا إيه كتير، لما يكون أبوه موجود يبقى أبوه إيه هيدفع. وكان يتيما فكنا نقول: ما عسى أن تصنع أمه، أمه تعمل إيه، ما بتشتغلش، واللي ورثته يعني هتكون حريصة عليه، فبالتالي لن تعطينا مثل ما يعطي مين الأب. حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، كل واحدة طلعت معاها من صحراء بني سعد خد الطفل إلا هي. وكرهت، شوف بقى أقدار الله سبحانه وتعالى كيف بتمشي أقدار الله، وكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا، مش عايزة ترجع إيدها فاضية، كرهت أنها ترجع من غير إيه، من غير ما تاخد حد. شوف تدبير ربك سبحانه وتعالى. وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك، أي اليتيم، فلا أخذنه، والله لأرجعن إلى ذلك أي اليتيم فلا أخذنه. قالت: فأتيته فأخذته فرجعت إلى رحلي. يبقى ما خدتهوش إيه عن عمد، إنما تقدير الله لها، تقدير الله لها، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرضع من امرأة إيه ذات فطرة سليمة، ذات فطرة طيبة. قال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله ذاك، أني لم أجد غيره، والله بحثت تاني في البلد بحالها لكن لم أجد أبدا إيه غيره. قال: قد أصبتي، شوف التقدير، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا، مش استبشروا بالخير تجدوه، ها؟ عسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت: والله ما هو إلا أن جعلته في حجري، بس حطته في حجرها من غير أكل وشرب. شوف الكرامة، كرامة على طول في اللحظة والتو، سيدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل عليه ثدي، مش أقبل على ثدي، فأقبل عليه ثدي. شوف يا أخي شوف المرأة بتوصف الأمر كيف، يعني حاجة عجيبة جدا. قالت: فأقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن، ياخد اللي هو عايزه،
بما شاء من اللبن. قالت فشرب حتى روي، خلاص امتلأ. وشرب أخوه، تعني ابنها، حتى روي. وقام زوجي إلى شارفنا، اللي هي الناقة الضعيفة الهزيلة العجوزة، من الليل، فإذا هي حافل، يعني الضرع إيه مملوء، فحلب لنا منها ما شاء الله، وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رواء. وقد نام صبينا، قالت يقول أبوه، يعني زوجها، والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة، والله اللي انت جبتيه ده في خير كبير. طبعا وفي حد أفضل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروي. قالت ثم خرجنا، فوالله خرجت على إتاني، فصرنا أمام الركب. قال لا، العربية الجنك تحولت لمرسيدس، الحمار الضعيف تحول لإيه؟ لـ 2019، يعني حاجة سريعة خالص يعني، ولا تسلا ولا إيه؟ بركة الإيه؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمام الركب. قد قطعته حتى ما يبلغونها، ما بيوصلوش إليها، حتى أنهم لا يقولون ويحك يا بنت الحارث، كفي علينا واحدة واحدة، في إيه اللي بتعملي ده؟ أليس هذه بإتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله، وهي قدامنا، حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد ابن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، أكتر مكان صحراوي ما بينزلش فيه مطر، فوالذي نفس حليمة بيده، تحلب بالله، إن كانوا ليسرحوا بأغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا، يعني بطنها مليانة، فأجدب أرض لبنا حفلة، يعني مملوءة أضراعها باللبن، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما بها من لبن. كل ده بركة مين؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قالت فشربنا ما شئنا من لبن، وما في الحاضر، أي في الأرض التي يعيشون فيها، أحد يحلب قطرة ولا يجدها. فيقولون لرعاتهم اللي بيشتغلوا عندهم بيرعوا أغنامهم، ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا. قالت وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، يعني اليوم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في العمر بيظهر عليه كأنه إيه؟ نما وكبر شهر. ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، شهر زي السنة، فبلغ ستا وهو غلام جفر. قال فقدمنا أمه، فقلنا لها، وقال لها أبوه، أي أبوه من الرضاعة، لو تركت بني عندي حتى يغلظ، يكون شاب قوي فتي، فإنا نخشى عليه وباء مكة، لسه ضعيف والمناعة عنده ضعيفة، ومكة بيأتيها حجاج من كل مكان، والناس بيجوا موبوئين، ممكن يمرضوه وهو إيه صغير، خليه عايش في الصحراء حيث الهواء النقي والعيشة الإيه البعيدة عن إيه؟ عن اختلاط الناس. قالت ونحن أظن بشأنه لما رأينا من بركته، بخيل أنها ترجعه الأم آمنة، مش عايزة ترجعه لمين؟ لأمه. ليه؟ لكثرة البركة التي عادت عليها بأخذها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نزل بها، نزل بها يعني كانوا بتحايلوا عليه، بيفضلوا إيه يتكلموا معاه ويحاولوا يقنعوها، حتى قالت ارجع به، فراجعنا به، فمكث عندنا شهرين. قال فبينما هو يلعب هو وأخوه يوما خلف البيوت، أخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث، بين خلف البيوت يرعيان بهما، إذ جاء أخوه يشتد بيجري على أخره، فقال لي ولأبيه أدرك أخي القرشي، الحق أخويا محمد القرشي، قد جاءه رجلان فأضجعاه، نيموه على ظهره، فشق بطنه وشق صدره، فخرجنا نحوه نشتد، فانتهينا إليه
وهو قائم واقف على رجليه منتقع لونه مصفر. فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا ما لك يا بني، إلا حصل لك؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع. قالت فاحتملناه فرجعنا به. قالت يقول أبوه والله يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب. هما في ذلك الزمن كانوا بيخافوا من الصحراء والجبال، وبيعتقدوا أن فيها إيه؟ جن. وكان الواحد منهم لما بيدخل كان يستعيذ بكبير الجن على صغار الجن، مش كده؟ وكانوا يزدوهم إيه؟ رهقا. فانطلقي بهذا الغلام إلى أهله لنرده إليهم قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه، قبل ما تحصل له مشكلة إيه؟ أكبر. قالت فقلت لا والله إنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه. وهذه ثقة في النفس، الثقة في النفس. ثم تخوفت الأحداث عليه، كل يوم بيظهر أشياء جديدة، سبحان الله، عمره أكبر، ذكاء أكبر، عقله أفضل، لسانه أفضل، وما حدث له. فقلت يكون في أهله، خلاص أنا موافقة زوجي. قالت فقالت أمه والله ما ذاك بكما، يعني دي مش حالكم، انتوا جيتوا عندي وتحيلتوا علي عشان تاخدوه تاني. فأخبراني خبركما وخبره، إيه اللي حصل له؟ قالت فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبر. فقالت فتخوفتما علي؟ خفتوا عليه؟ كلا والله، إن لابن هذا لشأنا، شأن عظيم، ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أرى حملا كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب، يعني نور ممتد، خرج من حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة هناك في بلاد الشام، ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، إنما كيف وقع؟ وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، دعاه سيبوه وألحق بشأنكما، يلا اتكلوا على الله، سيبوه خلاص انتهى الأمر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعربكم، يعني أحسن واحد بتكلم بإيه؟ بلسان فصيح، يقول الضاد ما يستطيع أحد ينطقها إلا مين؟ إلا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، النطق الحقيقي. واسترضعت، وأنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد. حكى بعد ذلك هذا الحديث اللي هو شق الصدر، يقول حججت عبد المطلب أو كندي بن سعد عن أبي قال حججت في الجاهلية، فإذا رجل يطوب بالبيت وعمال يرتجز يقول شعر، يعني يقول ربي رد راكبي محمدا، رده لي واصطنع عندي يدا، يعني رب رجع لابن محمد صلى الله عليه وسلم وصغير، ها، والأشياء التي ذهب يبحث عنها، وده جميلة سوف أحملها في عنقي أكون عبد كما تريد يا رب. قلت من هذا؟ من اللي يقول هذا الكلام؟ قالوا عبد المطلب بن هاشم. وما الذي حدث؟ قالوا ذهبت ابنه فأرسل ابنه أي محمد صلى الله عليه وسلم في طلبها، فاحتبس عليه، تأخر عليه، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. قال فما برحت، ما تحركتش من مكاني حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل. عمر من بعث مشوار إلا وأضاه 100% صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني لقد حزنت عليك لما تأخرت علي كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا، ده أنا خفت عليك زي ما الأم بتخاف على ابنها من شدة حبه. لا، أم أيمن اللي هي بركة قالت كنت أحضن النبي صلى الله عليه وسلم. تحضنه مش بتدي له هج، إنما تحضنه يعني تقوم بتربيته، الحضانة القيام بالتربية. فغفلت عنه يوما فلم أدري إلا عبد المطلب قائما على رأسي يقول يا بركة. قلت لبيك. قال أتدرين أين وجدت ابني؟ كان يقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابنه، ابن ابنه يعني،
قلت لا أدري. قالت وجدته مع غلمان قريبا من السدرة شجرة، ثم قال لا تغفلي عن ابني، فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة. أهل الكتاب يعرفوه ويزعمون أنه نبي هذه الأمة، وأنا لا آمن عليه منهم، أنا خايف عليه منهم. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فأحضروه. وكان عبد المطلب إذا أتى بطعام أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وربما أقعده على فخذه فيؤثره بأطايب الطعام، أفضل الطعام يوكله لي. قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، المكان اللي هو الديوان اللي بيسير فيه أمور البلد، لأنه كان رئيس مكة، فكان بنوه يجلسون حول الفراش ولا يستطيع واحد منهم أن يجلس على الإيه؟ على الفراش، إجلالا وتعظيما لأبيهم عبد المطلب. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فيجلس عليه، فأخذه أحد أعمامه ليؤخره، فقال له عبد المطلب عندما رأى ذلك قال دعوا لي ابني، فوالله إن له لشأنا عظيما، ويجلسه على الفراش ويمسح على ظهره وعلى رأسه ويصره ما يراه ويصنع. ابن إسحاق قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك، يعني مات عبد المطلب ابن هاشم، وذلك بعد الفيل 8 سنين. وكلمة هلك ديت يعني قد تقال بالموت أو تقال على الكافر أو تقال على الصالح إذا لم يكن له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد. وقد قيل له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتذكر موت عبد المطلب؟ قال نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين. أم أيمن كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي خلف سرير عبد المطلب عندما مات وهو ابن 8 سنين من شدة تعلقه به ومحبته له. وجاء كذلك عن ابن إسحاق أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نظر إلى تلك الدار التي نزل بها مع أمه، عرفها وقال ها هنا نزلت بي أمي، في المكان ده أمي نزلت بي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وتعلم العوم هو وصغير صلى الله عليه وسلم، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار اللي هو أخواله أخواله. هذه قصة اليتم كلها لابد أن يكون فيها فقه، ذكرناها من ابن إسحاق. إيه فقه الطفولة واليتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة؟ إيه اللي نستفيده من هذا؟ أولاً، شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم يتيماً. لماذا؟ حتى لا تتدخل يد بشرية في تربيته وتوجيهه، فهو كما قال ربنا عن نبيه موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، قال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فيكون الله تعالى هو الذي تولى تربيته ولا يتلقى ولا يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئا، إنما يتلقى من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك كان أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله إنني نسابة العرب وقد عرفت كثيرا من القبائل ولم أجد أحدا في مثل أدبك، فمن أدبك؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله سبحانه وتعالى جعله يتيم حتى يصنعه على عينه، حتى يكون بعد ذلك قائدا وراعيا للأمم إلى يوم القيامة. الأمر الثاني في تربيته في صحراء بني سعد حتى يكون من أفصح الخلق، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أفصح منك، ما رأيت أحد على ظهر الأرض أفصح منك. فقال وما يمنعني، طب وأنا إيه اللي ناقصني؟ يعني أنا من قريش، وقريش معروفة في اللغة بتاعتها، وأرضعت في بني سعد. بني سعد من أكثر العرب
وأحسن العرب وأفصح العرب نطقا للغة العربية، كأن الله سبحانه وتعالى هيأ له تعالى تلك الرضاعة ليحمل إلى البشرية أفصح كتاب في أنصع بيان اللي هو القرآن الكريم. احتاج موسى عليه الصلاة والسلام لهارون وزير عشان يبلغ دعوته، قال له وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى وزير، كان هو بنفسه من فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان. الأمر الثالث، تربيته في الصحراء مش للفصاحة فقط، كذلك لسلامة الجسد وعافية البدن من وباء الإيه؟ المدينة مكة، يعني مكة المكرمة منطقة بيأتيها الناس من كل فج عميق، وهؤلاء الناس بهم ما الله به عليم من الأمراض، والأطفال عندما يكونوا صغارا بتكون مناعتهم ضعيفة فربما يصاب بأي داء من هذه الإيه؟ الأمراض، فتربيته هناك حتى يصح بدنه، يصح بدنه. ثم جاء حادث شق الصدر واستخراج العلقة السوداء منه، ويحظ الشيطان منه، لماذا؟ حتى يكون ربانيا خالصا لله رب العالمين، لا أثر لشيطان جن أو شيطان إنس عليه، ويمثل مجامع الحمد في هذا الوجود. يعني أعظم من حمد الله على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم من قال الحمد لله، وأعظم من سجد، وأعظم من دعا، وأعظم من صلى صلى الله عليه وسلم. طبعا حادثة شق الصدر دي كذلك ألعنها الشيخ عبد الحليم محمود كلام في منتهى الروعة، قال مش معنى شق الصدر هذا الواحد لو عنده مشاكل في صدره، عنده مرض الكبر ولا الغل ولا الحقد، يروح لطبيب جراح يقول له افتح صدري وطلع الحتة السودة من قلبي، مش ده المعنى. ده فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. إنما أنت تستطيع أن تفعل ذلك بإيه؟ بالتوبة، تغسل قلبك بالاستغفار، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل السلوك يقولون يعني ما لا يقضى بالفكر يقضى بالإيه؟ بالذكر. ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. عندك حاجة تعباك، استغفر كتير وصلى على النبي كتير وسبح كتير، ربنا يفتح لك أبواب الخير. كذلك عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صحراء بني سعد بعدما خلصه الله من حظ الشيطان، لماذا؟ حتى ينعم بجوار والدته قرابة سنتين، يلقى الحنان، حنان الأم، وإن كان بعدها بيعاني فقدان هذا الحنان، وبيشهد أمه وهي تموت في الصحراء، ويشهد يطمن جديدا، وتحتضن بعد ذلك أم أيمن. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بمرارة اليتم، مرة أنه لم يرى أبوه وهو صغير، مات وهو كان في بطن أمه، ومعاناة فقده لأمه، ومعاناة فقده لجده كذلك، وتأتي هذه المرأة تحن عليه حنان عجيب جدا، حتى يعيش النبي صلى الله عليه وسلم واقع اليتم، مش يسمعه بس، يعيشه، يعيش أنات المعذبين، فيكون أبا لكل يتيم في الوجود بعد ذلك، ويقول الكلمة الخالدة: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، صلى الله عليه وسلم. يبقى ما سمعش، إنما عايش عانى بنفسه صلى الله عليه وسلم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى امتن على نبيه بهذا الفضل، وقال له في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. بعد أن أكرمه الله بأعظم ما يكرم به مخلوق، قال له بعدها إيه؟ قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني الذي مر عليك هذا كان لخيرك، يرفع من مقامك عند الله سبحانه وتعالى. ابتداء يتم الأب والأم، فالله الذي أوى سخر له جده، ومن بعد جده سخر له عمه عشان تهيئة الجانب المادي، بينما التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا ورعاية إلهية،
حتى أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة يشقون بطنه ويغسلون بالثلج اللي هو البرد وماء الزمزم بعد أن نزعوا حظ الشيطان منه بيد جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد وجداه الله ضالا فهداه سبحانه وتعالى، أو عندما ظل ولقيه ورق بن نوفل آخذا بغصن شجرة، أو يوم بعثه جده ليحضر الإبل المفقودة وتأخر عنه. كل ذلك الله سبحانه وتعالى كان يهدي إليه. وذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه عشان يكلأه ويحفظه، هذا من حفظ الله عز وجل له، من حفظ الله عز وجل له. ولذلك بعد موت جد عبد المطلب كفله أبو طالب. أبو طالب كان عنده أولاد كثيرين جدا، وكان من كثرة إنفاقه على الحجيج والعمار أصبح فقيرا، فكانوا إذا وضعوا الطعام كان الصبية يتخطفون الطعام. تعرف كان يأمر زوجته يقول لها احجزي طعاما لمحمد فإنه لا يفعل مثل الأطفال، ما بيخطفش زي الأولاد كده، احجزي له حاجة على إيه؟ على جنب كده. وكانت يعني عجيبة جدا فاطمة بنت أسد هذه رضي الله عنها وأرضاها، ماتت مسلمة زوجة أبو طالب، وكان النبي بيحبها حب عجيب جدا. بنت الشاطئ في كتابها نساء حول الرسول بتذكر إن لما ماتت فاطمة بنت أسد خلع النبي صلى الله عليه وسلم شعاره، يعني الثوب اللي ملاصق للإيه لبدنه اسمه الشعار، وأحضروا معه قال لهم كفنوها فيه عشان الثوب يكون مس إيه جسده، ونزل إلى مكان قبرها ونام فيه، ثم خرج ونظر إلى السماء وقال والله إنها كانت تحبني. والله العظيم وإنها كانت تكرمني عليه الصلاة والسلام. ارجع لها في الكتاب، ارجع لها في الكتاب، عائشة بنت عبد الرحمن هتقول أحسن مني، ترجع لها في الكتاب اعملها سيرش هتقرأها عجيبة جدا. يعني كل ذلك، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الدعاء عادة يعانى من هذه الآلام والهموم والمحن، غير قادرين على فهمها والإحساس فيها، لابد أن يأخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولوا يعالجوها كما عالجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت البركة آتية لهذه المرأة حليمة من كل مكان، والبركة دي جندي من جنود ربنا، مش أي حد عنده بركة. الشيخ الشعراوي الله يرضى عليه كان يقول لك واحد بيقبض 10,000 وواحد بيقبض 1,000، وتلاقي ابو 10,000 ده بيجي في نص الشهر يخبط على ابو 1,000 يقول له ممكن تسلفني 100 جنيه. طب ما ده عنده 10,000 وعنده عيل واحد مثلا، والتاني عنده 10 عيال وبيقبض 1,000. البركه، ما هو ده عياله مرضى وعياله عندهم مشاكل وكل يوم حاجه تتكسر في البيت والكهرباء بتبوظ والميه بتبوظ وشغلانه، ما فيش بركه، نزعت البركه، نزعت البركة. لكن شوف مجيء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مجرد بس ما حملته قالت فأقبل عليه ثدي، مش هو اللي أقبل على ثديها، لا، أقبل عليه ثدي فشرب حتى ارتوى، وابني كمان، وحتى الشارب اللي ما كان بيبض بقطرة لبن أصبح مليان ضرعه باللبن، شربته وشرب زوجي ونمنا في أسعد يوم، في أسعد يوم. معنى ذلك إنه كانوا معروفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده فيه البركة الكبيرة، وقومه كانوا يعرفون ذلك. عبد المطلب كان بيستسقي به لو المطر ما نزلش، كان ياخده ويروح به عند الكعبة ويستسقي به. أبو طالب كمان لما المطر لم ينزل أخذ النبي وألصق ظهره بالكعبة ورفع أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، مسك إذن النبي ورفع أصبعه إلى السماء ويشاور به، وفي كل مكان يشاور فيه السحاب يأتي، في كل مكان أبو طالب، وكان النبي صغير صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو طالب عمل قصيدة يقول وأبيض صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه، يعني المكان اللي بيشاور فيه ربنا يبعث له السحاب مليانة بالمية تنزل على طول صلى الله عليه وسلم. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، رحيم صلى الله عليه وسلم. البركة فيض رباني، الله عز وجل يعطيها لمن يحبه من خلقه، ولا بد أن يكون على طاعته. قال ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني هذا الذي يقع في حال الناس الآن هذه من ذنوبهم من معاصيهم. ربنا يقول في القرآن في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، شوف الرحمة، بعض الذي عملوا، وشوف الرحمة الثانية، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيقون، لعلهم يستيقظون، لعلهم يعودون إلى ربهم تائبين عائدين. اللي عايز البركة يديم التوبة، اللي عايز البركة يديم الطاعة، اللي عايز البركة يبتعد عن المعاصي. ربنا يبارك فيه ويبارك في بيته ويبارك في أولاده ويبارك في زوجته ويبارك في حياته، في كل شيء هيبقى فيها بركة. حتى لو ابتلي، حتى لو ابتلي هيكون عنده بركة، بركة الرضا والصبر على البلاء، حتى يعطيه الله عز وجل ذلك الأجر العظيم. هذا من يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دروس، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، وحياته كلها فيها من الفوائد العظيمة التي إذا درسناها واستذكرناها تعود علينا بالنفع الكبير. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في ملأ أفضل مما نذكره فيه، وكذلك نأخذ منها درسا وعبرة حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.